مسؤولة في الحاجتين ديل، جهاز الأمن والشرطة أجهزة عسكرية. إحنا والله ما نسلمها إلي لجهاز منتخب عشان الناس تكون عارفة، دي أجهزة عسكرية. أن إحنا ما بنسلمها إلا لرئيس منتخب، ما ممكن نسلمها لزول يبطش بها الناس. تصريحات كالنار في الهشيم انطلقت، فتوسعت رقعة الخلاف المستفحل بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري. دفع المشهد السوداني إلى مزيد من التعقيد، ووسط تقاذف اتهامات بين الجانبين بعدم تنفيذ مخرجات الوثيقة الدستورية. لن نقبل أي وساطة لقرار شددت عليه قوى الحرية والتغيير في السودان لحل الخلافات مع المكون العسكري، مؤكدة التزامها بالوثيقة الدستورية لا غير. وفي خلفيات القرار تصر وتطالب قوى الحرية بتأليف حكومة ديمقراطية وانتقال السلطة إلى المدنيين. في مقابل هذا التعقيد والتجاذب السياسي المتواصل، لا يترك محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني أي مناسبة لتذكير خصمه إن الجيش لن يسلم الشرطة والمخابرات إلا لحكومة منتخبة. ووسط هذا السجال برز موقف واشنطن التي كررت جاهدة دعوتها بضرورة المضي قدما نحو الحكم المدني بالتوصل إلى توافق تتولى فيه شخصية مدنية رئاسة مجلس السيادة. إذا دايرة وأمام تعقيدات المشهد السياسي تستمر مشكلة الشرق مع مطالبة مجلس نظرات البيجا رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بحل الحكومة وتأليف حكومة تقنقراط كشرط لإنهاء أزمة شرق السودان. إغلاق شرق السودان عقد المشهد السياسي والاقتصادي وأربك حسابات الحكومة عقب الأزمات المترتبة على انقطاع السلع الاستراتيجية. فما الذي يدور في الأروقة الداخلية للسودان؟ وما الثمن المطلوب للتوافق؟ وهل التشكيك بين الأفرقاء سيد الموقف؟